Let's say I'm busy, I don't have time in Lebanese Arabic. أنا مشغول ما عندي وقت. We can also say مشغول ما عندي وقت. That's masculine. Let's break it down. أنا مشغول ما عندي وقت. أنا مشغول ما عندي وقت. أنا مشغولة ما عندي وقت. Feminine. أنا مشغولة ما عندي وقت.